Ale się stali się. أقول هذا والله من تلاعب الشيطان بأهل الإسلام والإيمان يا أخوان. ما نهاب من كلمة شهيد ولا نطلقها على غيرنا. والله السلف كانوا يهابون من إطلاق كلمة مؤمن فضلا عن كلمة شهيد. وإحنا اليوم كل من يموت في هذه الفوضى والاضطرابات والمظاهرات والمنكرات يقال شهيد. انتقلنا إلى مصر، راحوا لعبوا كورة وأثناء مباراة الكورة في بورسعيد، تذكرونها كلكم، أثناء مباراة الكورة تنادوا أنه لا الثورة ونبغى الحرية، ثم تعاركوا ثم مات عدد يقال قريب 100 ماتوا في ملعب الكورة. إيش قالوا عنهم؟ قالوا شهداء بورسعيد. يا شيخ، رايحين للكورة ولاعبين كورة، رايحين للفوضى والخروج على المخالفات الشرعية كلها، ومع ذلك شهداء بورسعيد. وعندنا جاءوا في الكويت سووا حملة كبيرة جدا اسمها حملة جمع التبرعات لشهداء بورسعيد وأهليهم، يعني حق أهالي الشهداء. أي شهداء يا شيخ؟ أي شهادة هذه؟ أمة القرآن، أمة محمد، هكذا يتلاعب فيها الشيطان؟ يعبثون بنا أهل الكورة والملاعب والشوارع والمظاهرات ليه؟ وين الأصول؟ وين الثوابت؟ والله القرآن مليان يا أخوان أصول وثوابت والسنة، لكن صاروا يتلاعبون، الشيطان صار يتلاعب بنا لعب. الله عز وجل نهانا أن لا تعبدوا الشيطان، لا تتبعوا الشيطان، لا، كل هذه جاءت في القرآن. احنا قلنا لا، الشيطان الله، انت بس امشي يا شيطان واحنا احنا وراك. أعطينا الشيطان ما أراده منا وزيادة، لذلك الشيطان الآن مستريح يا شيخ، لأن عندنا ناس قالوا للشيطان خلاص أنت تعبت من أيام آدم وأنت شغال، الآن أنت استريح نحن نقوم بدورك. وفعلا الآن كثير من الإنس والله يقومون بدور الشياطين يا شيخ. استريح يا شيطان تعبت. وفي ناس الآن اسمه عبدة الشيطان، جاءوا عندكم؟ ما عندكم عبدة الشيطان؟ هلا يا شيخ، لأنها وصلت عندنا، مدام وصلت عندنا معناها إيش؟ لا شك 100% عندكم عباد للشيطان، لهم والله اجتماعات ولهم طقوس ويفتخرون نحن نعبد الشيطان.